أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم. في العناوين: طيران النظام يكثف غاراته على محسن في ريف دير الزور، تنظيم داعش يفرض حصارا نفطيا على الشمال السوري، 70 دولة تدين إلقاء النظام البراميل المتفجرة عشوائيا. كثف طيران النظام غاراته على بلدة محسن في الريف الشرقي لدير الزور وعلى محيط مطار المدينة، فيما تواصل فصائل المعارضة تقدمها على جبهة القنيطرة جنوبا، كما عنفت الاشتباكات بين كتائب الأسد وتنظيم داعش في ريف حمص. تواصلت المعارك بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة بعد هجوم الجيش الحر لاستكمال السيطرة على محافظة القنيطرة. وفي وسط البلاد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات استمرت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في محيط حقلي جزل وشاعر بريف حمص الشرقي، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، فيما نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة تدمر بريف حمص الشمالي. أما في الكسوة في ريف دمشق، استهدفت قوات النظام منازل المدنيين في الحارات القديمة ومنطقة البساتين بقصف همجي عنيف بالمدفعية وعربة الشلكة المتواجدة على جبل المضيع، ما أدى إلى مقتل طفلين. إلى خان الشيخ حيث استهدف الطيران المروحي المزارع المحيطة بالمخيم بأربعة براميل متفجرة، في حين قام مجاهدو جبهة أنصار الإسلام باستهداف الطيران المروحي التابع لقوات النظام عند قصفها لتجمع الخان. تزداد معاناة السكان في شمال سوريا تحت وطأة الحصار النفطي الذي يفرضه تنظيم داعش، والذي بات يهدد كل مقومات الحياة من الكهرباء إلى النقل والحصاد. من حلب إلى إدلب وصولا لريف حما والساحل، حالة من الشلل تضرب مختلف أوجه الحياة في الشمال السوري. هنا منبت المشكلة، طريق المازوت الذي يصل الشمال السوري المحرر بالمناطق النفطية في الشرق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة. التنظيم منع عبور الشاحنات التجارية المحملة بالمشتقات النفطية منذ بدء الاشتباكات بينه وبين فصائل الثوار في ريف حلب الشمالي مطلع الشهر الجاري، ليرد الثوار بوقف تدفق البضائع إلى مناطق سيطرته. قطع طريق المازوت من قبل تنظيم الدولة تزامن مع بدء حصاد محاصيل الحبوب في أرياف حلب وإدلب وحما، ما أدى لتآكل قيمة هذه المحاصيل بالنسبة لأصحاب الأراضي، كما أضر بالعمال الزراعيين وأصحاب الحصادات. إيش بدي أحشيلك يا أخوي؟ يعني والله العظيم شان أجر شوال حبته السوداء 300 ورقة صار ب 2000 ورقة بسبب غلاء المازوت. شايف الدراسة، أنا صاحب آلية صاحب دراسة، يعني عم نشتغل ساعة ساعتين ونوقف نروح نركض وندور على المازوت وعم نلقاه مفقود، يعني شيء ما ينقبل خالص. أثر انقطاع المازوت لم تقتصر على الأرياف بل وصلت إلى المدن. هنا في معرة النعمان بإدلب يحذر الدفاع المدني من توقف فراقه عن العمل في حال استمرت الأزمة. يعني الشهر الماضي كان لتر المازوت في 100 ورقة، وعم يدينا نحن على السيارة تقريبا شي 170 دولار للسيارة، وعنا يعني ما بيجي لكل الآليات 170 دولار، أنا ما بتعبي لي السيارة نص مرة. هلا هذا الشهر هلا اليوم بنزين هلا ب 350، يعني إذا بدي أقوم على الصليب بده 400 لتر على 350 رايس، يعني هلا بجوز أكيد إذا استمر الوضع يومين أو ثلاثة رح نوقف. بسرعة أكبر كان تأثر الأسواق التجارية ومستوى الأسعار فيها. أيضا توقفت مولدات الكهرباء المحلية التي تغذي معظم المناطق المحررة. ما سبق كله مؤشرات أولية عن حجم التأثر الاقتصادي بانقطاع المازوت، ويخشى من الأيام القادمة أن تحمل ما هو أصعب لسكان المناطق المحررة الواقعين بين نيران الحرب وجحيم الأزمة الإنسانية. دانت 70 دولة إلقاء النظام السوري البراميل المتفجرة عشوائيا على غالبية المناطق السكنية في سوريا، ما خلف مئات القتلى والجرحى في حلب وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
بالتزامن مع المساعي الفرنسية لوضع مشروع قرار محدد بشأن استخدام نظام الأسد المكثف للبراميل المتفجرة ضد المدنيين، وقعت 70 دولة بينها بلجيكا وفرنسا على رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي دانت فيها القصف المتكرر ببراميل الموت على المناطق المكتظة بالسكان في حلب، ما خلف مئات القتلى في الأسابيع الماضية. وقال الموقعون إن القانون الدولي يحظر الاستخدام الأعمى لمثل هذه الأسلحة، وكذلك عدة قرارات دولية، مطالبين المجلس باحترامها. وأضافت الرسالة أنه يتوجب على سلطات النظام السوري وقف هذه الهجمات الجوية التي تنفذ عشوائيا. وفي حين يواصل وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستيفن ديمستورا مشاوراته في جنيف، أكدت الدول 70 ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا على أن يمر بمرحلة انتقالية سياسية فعلية. وكان ديمستورا دان الأربعاء اتباع نظام الأسد سياسة العقاب الجماعي واستخدام البراميل المتفجرة ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة في بيان للأمم المتحدة عقب زيارته الأخيرة إلى دمشق. من جانب آخر، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها إلى تجاهل مجلس الأمن الدولي للانتهاكات الصارخة للنظام السوري لقرارات المجلس، ودعته لفرض عقوبات على نظام الأسد لقصفه المناطق المدنية بالبراميل المتفجرة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن جهودها لتدريب المعارضة السورية لمحاربة المتطرفين تسير ببطء بسبب التحقق من هوية المتطوعين وإخراجهم من سوريا. وأوضح متحدث باسم البنتاغون أن ما بين 100 و200 مقاتل سوري يتلقون التدريب حاليا، في حين يوجد مئات يتم فحصهم أو ينتظرون الخروج من سوريا، مضيفا أن نحو 6000 سوري تطوعوا للمشاركة في الجهود التي تدعمها واشنطن لتدريب وتجهيز قوة عسكرية معتدلة، ومن بين هذا العدد ينتظر نحو 4000 التحقق من شخصياتهم. ذكرت وزارة الدفاع العراقية أن قواتها قتلت 124 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، ودمرت 4 أوكار و8 مركبات في محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين. من جهة أخرى، أكدت الوزارة تدمير ما يسمى بالمحكمة الشرعية في منطقة السجارية شرق مدينة الرمادي، وتدمير معمل كبير يستخدم كمستودع للعتاد والذخيرة والمواد الكيماوية في منطقة حصيبة. تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنصيحة للتحسب من أي تطورات دراماتيكية قد تطرأ بشكل مفاجئ في حال سقوط رئيس النظام في سوريا بشار الأسد. تحسبوا من تطورات دراماتيكية قد تطرأ بشكل مفاجئ على الوضع السوري، حصنوا أنفسكم وتحضروا للحظة سقوط الأسد. هذه كانت النصيحة التي أسداها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبنانيين خلال اللقاء الموسع الذي عقد في القاهرة مع الرئيس تمام سلام والوفد المرافق، بحسب ما نقلت صحيفة المستقبل عن مصادر الوفد. السيسي نصح الوفد اللبناني الرسمي بضرورة التنبه جيدا للتطورات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة على ساحة الأزمة السورية، وقال: وضع النظام السوري سيء كما يبدو من مسار الأحداث الأخيرة في سوريا، والتوقعات تشير إلى إمكانية تدهوره وانهياره بشكل سريع ومباغت، لذلك من الأفضل أن تكونوا في لبنان متحسبين لذلك كي تتمكنوا من مواجهة وتطويق تداعيات المرحلة. لافتا الانتباه في هذا الإطار إلى أن أي تطور دراماتيكي من قبيل احتمال انهيار النظام السوري قد يرخي بظلاله على الساحة اللبنانية، ربطا بما قد ينجم عنه من تبعات ضاغطة كفرضية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وبالتالي فإن على لبنان أن يبادر إلى تحصين نفسه والتحسب من الآن لكيفية التعامل مع مثل هذا الاحتمال. في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل: الشرق الأوسط، الحوثيون كحزب الله يعتقدون أنهم صاروا قوة كبرى. في مقارنة بصحيفة الشرق الأوسط بين مؤتمر جنيف الخاص بسوريا وجنيف الخاص باليمن، تبدو ظروف كل منهما مختلفة، مع جامع واحد هو اعتقاد الحوثيين أنهم كحزب الله أصبحوا قوة كبرى. المزيد من أخبار سوريا في الصحف نتابعه في هذا التقرير. كتب إيان بلاك في صحيفة الجارديان أن إسرائيل من مواقعها المرتفعة في قمة جبل الشيخ تراقب من بعد تفكك سوريا، حيث سقطت قرية حضر الدرزية الموالية للنظام في أيدي المعارضة، وحيث تحرز جبهة النصرة الموالية للقاعدة تقدما في المنطقة.
ويوضح الكاتب أن الدروز الذين يمثلون 5% من تعداد سكان سوريا ينقسمون بين مؤيد لبشار الأسد ومعارض له، ولكنهم نجحوا إلى درجة كبيرة حتى الآن في البقاء بعيدا من الحرب، إنما يواجهون تهديدا من النصرة وداعش، مما أثار قلق الدروز في لبنان وفي الجولان المحتل وفي داخل إسرائيل، حيث على النقيض من العرب تخدم الأقلية الدرزية في الجيش. تنقل صحيفة الفاينانشال تايمز عن نشطاء سوريين قولهم إن تنظيم الدولة الإسلامية يحظر بيع النفط إلى شمال سوريا، مستخدما النفط كسلاح اقتصادي قد يتسبب في نقص في الغذاء وفي إغلاق المستشفيات، وقد يقوض قتال المعارضة ضد المتشددين. وبحسب ناشط في محافظة إدلب، تواجه المنطقة خطر المجاعة إذا استمر انقطاع إمدادات الوقود، حيث الكهرباء والمياه والمزارع كلها تحصل على الطاقة من المولدات. وتضيف الصحيفة أن تنظيم داعش يسيطر الآن على المناطق الغنية بالنفط شرق سوريا، ويستخدم النفط لإضعاف قدرات المعارضة على قتال التنظيم والحد من تقدمه في حلب. يقارن رضوان السيد في صحيفة الشرق الأوسط بين مؤتمر جنيف في شأن سوريا ونظيره في شأن اليمن، مذكرا أنه عندما التقى المعارضون السوريون بممثلي السلطة مرة ثانية في جنيف عام 2014، رفض ممثلو النظام الحديث عن بنود وثيقة جنيف الأولى باستثناء البند المتعلق بالإرهاب. ويضيف الكاتب إن ما من أحد يقاتل داعش غير المعارضين السوريين، في حين دأب النظام ودأبت قواته على الانسحاب من المناطق وتسليمها لداعش كما سلموا تدمر أخيرا. والخلاصة بحسب السيد أن جنيف اليمني مختلف الظروف عن جنيف السوري، إنما رغم ذلك لن يكون الأخير، لأن الحوثيين مثل حزب الله يعتقدون أنهم صاروا قوة كبرى. في البقاع اللبناني، أفرج قاضي التحقيق عن خاطفي 4 سوريين بينهم ضابط منشق، وذلك بعد ضغط من حزب الله. تقرير ربيع شنطف. إنه الضابط السوري محمد نون الذي انشق عن نظام الأسد وأتى منذ أشهر كلاجئ إلى لبنان، ليفاجأ أن أتباع الأسد هنا كانوا له بالمرصاد. فقد اختطف وثلاثة سوريين آخرين من قبل 5 أشخاص، بينهم 2 من حزب الله وهما علي وحسين الموسوي. وفي آذار الماضي تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الخاطفين باستثناء حسين الموسوي الذي بقي فارا من وجه العدالة. وبعد ضغوطات من الحزب أخلي سبيل الخاطفين، فيما بقي مصير الضابط مجهولا. للأسف بعدما تم إحالة الملف إلى القضاء المختص في زحلة، قام قاضي التحقيق بضغوطات مورست عليه من قبل حزب الله بترك هؤلاء الخاطفين. السلطة السياسية تتحمل مسؤولية المخطوفين الذين اعترف الخاطفون اعترافا تاما أمام فرع المعلومات وأمام القضاء أنهم قاموا بعملية الخطف، وتم تسليم المخطوف إلى حزب الله. وأكثر من ذلك، هناك اعتراف من عناصر حزب الله الذين أوقفوا أنهم قاموا بهذه العملية وأنهم يقومون بواجبهم الجهادي. وبالتالي المسؤولية الآن على الدولة اللبنانية أن تستلم هذا المخطوف وأن تقوم هي بالتحقيقات معه وأن تعيده إلى أهله سالما غانما. ونحن سنتابع هذا الموضوع أمام المراجع الدولية. إذا لم يقم القضاء اللبناني والدولة اللبنانية بواجبها بحماية اللاجئين، هو لديه إقامة شرعية من قبل الأمن العام ولم يكن لديه أي عمل سياسي أو عسكري أبدا. تجدر الإشارة لأن هذه الصورة قد أرسلها حزب الله لذوي الضابط المنشق الموجودين في سوريا. بعد الفاصل تتابعون. وفاة الطفل منير حزينة بعد إصابته برصاص تشييع عناصر حزب الله. توفي الطفل السوري منير حزينة في أحد مستشفيات بيروت إثر إصابته برصاص تشييع عناصر حزب الله الأسبوع الماضي. عائلة منير المفجوعة طالبت بالثأر من القتلة. تقرير مها ظاهر. ابني مات يا ناس، ابني مات، مشان الله تحصلوا حقه. مات منير حزينة. مات الطفل ابن 5 سنوات شهيد رصاص الغدر، سلبه القتلة الطفولة والابتسامة. هذا منير يوم وصل إلى لبنان هاربا من سوريا. سلبوه الحياة والمستقبل الذي هرب من قسوتهما في مخيمات سوريا، فكان أن من يشارك في قتل الشعب السوري لحق به بسلاحه إلى لبنان. على هذا قضاء الله، أنا أبلان فيه.
رضيان باللي كتب لي يا رب العالمين ومسلمه، لكن القاتل بدي اخذ حقي منه. اذا الحكومه اللبنانيه ما قدرت تاخذ لي حقي منه، انا رح اخذ حقي منه بايدي مين ما كان يكون. حسن نصر الله، انا طلبتك انك تجيب لي حق ابني، ولغايه هلا بطالبك انك تجيب لي حق ابني. لغايه هلا بطالبك تجيب لي لطخولي ابني، لقوصوا لي ابني، بدي حق ابني انا بأي طريقة أو بأي وسيلة. لن تسامح عائلة منير القتلة، تطالب بالثأر منهم على ذلك يخفف من وطأة المصاب عليها ويؤدي إلى تفادي أحداث مماثلة. بطالب وزارة الداخلية تحصل حق ابني وتمسكني إلي تحبسني وأنا صاحب الحق لما أروح بدي أقدم شكوى لابني. كل واحد من هلا ورايح بدي يقوص بيكون عنده أولاد يتذكر منير كيف كان وكيف صار. لن تعيد بيانات أصحاب السلاح الحياة لمنير تماما، كما لن تعيد رصاصات المشيعين الحياة للمشيعين. فارق بسيط أن منير لم يختر الشهادة في سبيل من اختار الموت ليحيى النظام السوري. كل الناس تحظ العقد شوف شلون مات، كان عم يضحك، كان فرحان، كسروا قلبي. معرض لوحات ومنحوتات وصور فوتوغرافية لعشرين فنانا في بيروت تجسد معاناة الأطفال اللاجئين السوريين ومستضيفيهم اللبنانيين وهم جميعا ضحية الحرب. باللوحات والمنحوتات والعشرات من الصور الفوتوغرافية تجسدت معاناة الأطفال اللاجئين السوريين ومستضيفيهم اللبنانيين في معرض نظم في بيروت لأكثر من 20 فنانا شاركوا بأعمالهم على أمل أن يصل الصوت والصدى بهذه الطريقة لمن هم في موقع القرار والسلطة لأجل مساعدة الأطفال الذين هم ضحية الحرب. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نظمت المعرض المصور الذي يحكي معاناة أطفال اللاجئين السوريين في لبنان بالاشتراك مع دار الإقامة الفنية، وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين والفنانين. لوحات ومنحوتات تصطحب الواقفين أمامها إلى أرض المعاناة التي يعيشها اللاجئون وأطفالهم، منتقلة بهم إلى الشعور الحقيقي بهذه المآسي الإنسانية التي يشهد العالم حدوثها من دون أي تحرك ملموس لإنهائها تجاه أناس أبرياء لا ذنب لهم بصراعات الكبار. ممثلة مكتب المفوضية في بيروت نينات كيلي ودعت لبنان بهذا المعرض في ختام 5 أعوام من عملها في مكتب بيروت، شاكرة كل من عمل معها وإلى جانبها من أجل الإنسان على حد تعبيرها. وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أكد بدوره خلال تجوله في أرجاء المعرض إن العالم يتحمل مسؤولية كبيرة بإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة التي لم نشهد لها مثيلا من قبل، مشددا على أن لبنان يتحمل أكثر من طاقته تجاه النازحين السوريين. مسرحية للاجئين السوريين في لبنان تسلط الضوء على عمالة الأطفال. جذبت مسرحية شارك فيها 60 طفلا من اللاجئين السوريين في لبنان أعدادا غفيرة في البقاع، ويأتي هذا النشاط الذي أعدته منظمة العمل الدولية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. وكانت منظمات لبنانية عديدة قد عملت على مدى سنوات لمعالجة معضلة عمالة الأطفال، غير أن الحرب في سوريا زادت الوضع سوءا. كنا واعدين أنفسنا أنه بالآخر نهاية 2016 نكون على القليلة بلشنا نقضي على ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، لكن مع وجود الأطفال اللي بنحبهم كتير أكيد اللاجئين السوريين والعراقيين والفلسطينيين صار حجم المشكلة كتير أكبر. البرنامج عم بتشوفوه اليوم هو من أهم البرامج التوعوية لهن الأطفال العاملين أنفسهم بيعبروا عن عملهم الشاق بعمل أطفال. هذا العمل عبارة عن تبيان وضع الأطفال بالشارع وكيف هذا المستغل اللي عم يستغل الأطفال ضمن نطاق هذا الشارع. مسرحية بتعدينا كتير شغلات، بتعمل لأنه نحن عدن ما بدنا نخلي الأطفال تشتغلوا، نلغي هالشغلة، نلغي عمل الأطفال نهائيا. وأكد آباء وأمهات الأطفال الذين شاركوا في المسرحية أن التجربة كان لها أثر إيجابي على أطفالهم. اختتم أطفال سوريون عامهم الدراسي في احتفال نظمته جمعية فرح العطاء في بلدة كفيفان شمال لبنان بحضور أفراد الهيئة التعليمية ومتطوعين أجانب.
بدموع وحزن ودع الأطفال السوريون السنة الدراسية في مدرسة كفيفان التي خصصتها جمعية فرح العطاء للسنة الثانية على التوالي لتولي تعليم هؤلاء وإنقاذهم من أتون حرب الأسد التي لم ترحمهم. باحة مركز الجمعية في البلدة خصت بالعائلات السورية التي جاءت لمشاهدة أطفالها في حفل اختتام العام الدراسي الذي توج بشعار إذا زرعنا الفرح في قلوب الصغار نحصد السلام عندما يصبحون كبارا. الفرح كان على وجوه الأطفال وهم يقدمون العروض المسرحية والرقصات والحوارات الغنائية التي أشعلت قلوب أهلهم فخرا بأطفالهم الذين تعلموا اللغتين الفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى العربية. ختاما نذكركم بعناوين النشرة. طيران النظام يكثف غاراته على محسن في ريف دير الزور. تنظيم داعش يفرض حصارا نفطيا على الشمال السوري. 70 دولة تدين إلقاء النظام البراميل المتفجرة عشوائيا. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.